هي مش بس كسرت الأرقام القياسية في مجموعة إنشاءات معمارية، ولكنها كمان أولى الدول العربية في موسوعة جينيس مدينة الأرقام القياسية دبي. لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. 1. رقم قياسي لامتلاكها أطول مبنى في العالم، برج خليفة، بيصل ارتفاع برج خليفة لأكثر من 828 متر وبيضم أكثر من 160 دور. برج خليفة كمان حقق 6 أرقام قياسية كأطول مبنى قائم بذاته بأكبر عدد من السلالم في العالم وكأعلى طابق مشغول وأعلى منصة مراقبة خارجية في العالم، وبامتلاكه أطول أسانسير مخصص للركاب بأطول مسافة سير في العالم. 2. رقم قياسي لامتلاكها أكبر نافورة راقصة في العالم، نافورة دبي، بمساحة تصل ل 7327 متر مربع. 3. رقم قياسي لامتلاكها أطول فندق في العالم، فندق جيفورا دبي، الفندق بيصل ارتفاعه لأكثر من 356 متر وبيتكون من 75 دور وبيضم 528 أوضة. 4. رقم قياسي لامتلاكها أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، مطار دبي الدولي، واللي حسب مجلس المطارات الدولي مر على مطار دبي الدولي في سنة 2018 بس أكتر من 88 مليون مسافر. 5. رقم قياسي لامتلاكها أطول مبنى سكني، برج الأميرة، بيقع برج الأميرة في دبي مارينا وبيبلغ ارتفاعه أكتر من 413 متر، بيتكون من 101 دور وبيضم 763 وحدة سكنية وكلف بناؤه 210 مليون دولار. 6. رقم قياسي لامتلاكها أكبر مركز تسوق في العالم، مول دبي، بيقع المول في وسط مدينة دبي وبتبلغ مساحته أكتر من 548 ألف متر مربع، بيتكون المول من 4 أدوار وبيضم 1200 محل بيع بالتجزئة وأكتر من 160 مطعم وكافيه. 7. رقم قياسي لامتلاكها أكبر حوض مائي، دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، حوض الأكواريوم موجود في مول دبي وبيحوي 10 مليون لتر مية، بيضم 130 نوع من الحيوانات المائية منهم 300 سمكة قرش وراي. 8. رقم قياسي لامتلاكها أكبر شاشة OLED وأكبر حائط فيديو عالي الدقة في العالم، الشاشة موجودة تحديداً في دبي أكواريوم وبيبلغ حجمها 710 متر مربع، الشاشة واخدة انحناءة الخزان الرئيسي لحوض السمك الموجود تحتها وتقدر تشوف الشاشة من 3 أدوار في مول دبي. 9. رقم قياسي لامتلاكها أكبر هيكل للزهور، تم تصميم هيكل الزهور على شكل طائرة إيرباص A380 والهيكل موجود في حديقة دبي المعجزة واللي بدورها تعتبر أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم، بتضم أكثر من 150 مليون زهرة و120 نوع من الزهور. 10. رقم قياسي لامتلاكها أطول برج ملتوي، برج كيان، بيبلغ ارتفاع برج كيان 307 متر وبيتكون من 75 دور، تم تصميم كل دور من أدوار البرج بحيث يتم تدويره بمقدار 1.2 درجة عن الدور اللي قبله وده سبب شكله الحلزوني. 10 أرقام قياسية وما زالت دبي بتسجل أرقام جديدة.